طيب نروح للمغرب مع زميلنا العزيز محمود ماهر، يقول لنا الكواليس ما بعد هذه المواجهة الكبيرة للنادي الأهلي والفوز بثلاثية على أوكلاند سيتي. محمود مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. أهلا بيك يا كريم وأهلا بكل السادة المشاهدين. قول لي شفت المباراة إزاي؟ رأيك إيه؟ الأجواء كانت عاملة إزاي النهاردة خلال المباراة؟ المباراة كانت طبعا أجواءها مميزة جدا جدا بسبب الجماهير المغربية العظيمة اللي كانت موجودة، جماهير اتحاد طنجة، وفي جماهير كانت جاية من كازابلانكا ومن الرباط يستخدموا القطر السريع، لأن في قطر سريع بين البلاد دي وبين المدينتين وبين طنجة، فبيوفر المجهود والوقت على الجماهير. العدد كان كبير، أنا شايف إن هم كانوا 60,000 أو أكثر من 60,000، بما إن الملعب تم توسيعته، لأن ده أكبر ملعب موجود في المغرب حاليا، ب 65,000 متفرج. طبعا مش زي ملعب مراكش اللي احنا كنا حاضرين فيه سنة 2013 ولا حتى زي ملعب أجادير لو تفتكر لما اتقابلنا هناك. بس عارف يا محمود، ذكريات مش حلوة. كويس يبقى ملعب مختلف عشان نغير العتبة زي ما بيقولوا. يعني الأهلي في المغرب 2013 كانت النتائج للأسف سلبية جدا. يعني اتكلمت مع حد من الإعلاميين قال لي احتمال يكون الجمهور الرجاء وقتها والضوضاء الكتيره جدا وقتها في مدينه مراكش وفي اجادير اثرت على الاهلي فخلته ما عرفش يادي، لكن المره دي الاهلي بيتدرب في مدينه هاديه جدا بعيده خالص عن الجماهير عن الزحمه اللي موجوده في طنجه، وبيروح دايما الملعب اللي هو تدريب فرقه الرمل، ملعب هادي بعيد عن الاضواء بعيد عن الصحفيين بعيد عن الدوشه. اللعيبه النهارده حتى ظهر عليهم انهم رايقين خاصه في الشوط الثاني. بالنسبه لجماهير الاهلي كان في جماهير كتير النهارده حوالي 500 او 700 كده، وكانوا عاملين اجواء جميله وكانوا بيمشوا الجماهير المغربيه على الاغاني والحاجات اللي هم بيقولوها. الجماهير المغربيه كانت بتتفاعل مع جماهير الالتراس الموجوده، كان في ثلاث رسائل او اربع رسائل عن شهداء بورسعيد، وكان في كذا كذا بانر بهذا الخصوص، ركز يعني ركز الجمهور الاهلاوي على القصه دي، وحتى كتب او علق بانر واحد طول الماتش كان ثابت اللي هو نيفر فورجيت، وبدا يغير ويعمل ثلاث او اربع بانرات مختلفه محمود على الماتش بعد كل هدف. محمود انت كنت موجود في منطقه محمود سامعني؟ انت كنت موجود في الميكس زون. أيوة. بعد المباراه كان ايه اللقاءات الصحفيه اللي انت اجريتها بعد المباراه؟ انا رحت الميكس زون متاخر شويه ملحقش. لان جمهور الاهلي فضل مستني في المدرجات لاكثر من ربع ساعه. فكنت بتابع الاهزيج بتاعه الجماهير الاهلي، لكن لحقت طبعا بعض التصريحات من مارسيل كولر، من علي معلول اتكلم، محمد الشناوي اتكلم مع القناه النخله للبطوله، ايضا محمد شريف اتكلم، الكل كان سعيد بالجماهير المغربيه وبالدعم الكبير جدا من جانب الجمهور، التشجيع المستمر على مدار 90 دقيقة. جماهير النادي الاهلي كانوا معجبين بمين النهارده في ارض الملعب؟ كانوا معجبين جدا بالكهرباء بعد ما نزل، كان في تشجيع كبير جدا ليه، وكان في بدايه المباراه كان في تشجيع كبير جدا لمحمد الشناوي اكثر واحد هو محمد شريف. دول اكثر حاجات لفتت نظري. والحمد لله ان الاهلي يكمل عشان نشوف بقى ماتش كمان اقوى من الماتش ده يوم السبت ان شاء الله. زميل عزيز محمود ماهر الناقد الرياضي من المغرب، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.